أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبحسب الإحصاءات فقد وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 3,738,000. أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 28 حالة ليصل الإجمالي إلى 91,287 حالة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز. عربي، بعد التحية، ما هي آخر الأخبار المتعلقة بكورونا، وخاصة بالأمس كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحث المواطنين على التطعيم دون إجبار؟ عربي، أتحدث إليك عن آخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في ألمانيا، وخاصة أن مستشارة الألمانية كانت تحث المواطنين على أخذ اللقاحات لكن لا إجبار في ذلك. تعليقك.